السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. أهلا بكم سنة خمسة في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض شرح منهج الإنجليش كنكت 5 من كتاب الأضواء جيم ترم أول طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. النهاردة نبدأ مع بعض يونت 2. I want to be healthy. I want to be healthy. أريد أن أكون بصحة جيدة. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا ليسون 1 الدرس الأول، نشرحه وكمان نحل تدريباته. تمام، عندنا بارت 1 الجزء الاول من الدرس الاول، انه عباره عن تو بارتس. بيقول سبورتس الالعاب الرياضيه، بيد نمبر 62 صفحه 62. يتولى تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناه، متابعه لصفحه الفيسبوك مسح برجب علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ويلا بينا نبدا. بيقول لي يا اولاد، المين فوكابل الكلمات الرئيسيه النهارده عند الالعاب الرياضيه. اول لعبه معانا كونغ فو، كونغ فو، كونغ فو، كونغ فو. تنس، 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 تنس. الإبحار بالقارب سيلينج، 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 سيلينج. سباحة سويمينج، سويمينج، سويمينج. سكواش، سكواش، سكواش. كاراتيه، كاراتيه، كاراتيه. فوتبول، فوتبول، فوتبول. هاندبول، 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 هاندبول. كونغ فو، كونغ فو، كونغ فو. تنس، تنس، تنس. سيلينج، سيلينج، سيلينج. سويمينج، سويمينج، سويمينج. سكواش، سكواش، سكواش. كاراتيه، كاراتيه، كاراتيه. فوتبول، فوتبول، فوتبول. هاندبول، هاندبول، هاندبول. اكسترا فوكاب العاب رياضيه سبورتس، سبورتس، سبورتس. النادي كلاب، كلاب، كلاب. مباراه ماتش، ماتش، ماتش. مفضلات فيفريتس، فيفريتس، فيفريتس. لعبة جيم، 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 جيم. رائع، اوسم، 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 اوسم. سبورتس، سبورتس، سبورتس. كلاب، كلاب، كلاب. ماتش، ماتش، ماتش. فيفريتس، فيفريتس، فيفريتس. جيم، جيم، جيم. awesome awesome awesome. conjugation of verbs تصريف الافعال. عندنا افعال regular بيضاف الدي واي دي او اي اي دي، وافعال irregular تحفظ كما هي. افعال المنتظمه معانا النهارده يشاهد watch، لا تنتهي بالاي، يبقى الماضي بالاي دي. watch it، watch watch it، watch watch it. يحاول try، اخرها واي وقبلها ساكن، فاحذف الواي واحط مكانها اي اي دي. try tried، try tried، try tried. watch watch it، watch watch it، watch watch it. try tried، try tried. طيب يحب love اخرها ايه، تبقى loved بالدي. love loved، love loved. يوافق agree، agree agreed، برضو ايه دي فقط. يبقى watch watch it، watch watch it. try tried، try tried. love loved، love loved، love loved. agree agreed، agree agreed، agree agreed. تمام يا ولاد. طيب عندنا بقى irregular verbs افعال غير منتظمه. بيقول لي يفوز when، الماضي منها يا اولاد won، when won، when won، when won. يعرف no new، no new، no new، no new. تمام، الكي سايلنت يبقى when won no new. بيقول لك حرف الكي سايلنت قلنا عليها حرف الاس في الكاراتيه بيتنطق الاي، في الكاراتيه بيتنطق ايه، ما احنا قلناها دي كاراتيه نطق ايه. expressions and phrases يتحدث عن talk about، talk about اللي silent. جيد في يا ولاد يعني good at، good at، good at. وانا كذلك so do I، so do I، so do I. على شاشة التلفزيون on TV، on TV. اراك لاحقا see you later، see you later. وانا ايضا me too، me too، me too. سيء في bad at، bad at، bad at. أفضل من better than، better than، better than. أسوأ من worse than، worse than، worse than. يبقى أسوأ من worse than. يوافق أن agree to، agree to، agree to. من الفائز؟ Who is winning، who is winning. ماذا عنك؟ What about you، what about you. هيا بنا بالسلامة الاقتراح يا ولد. ليتس وبعدها إيه؟ مصدر الفعل، infinitive يعني مصدر. طيب يبدو ممتعا، look fun، look fun، look fun. الأكثر شعبية the most popular، the most popular، the most popular.
عندنا important sentences جمل هامة. وائل and سليم love squash. وائل وسليم بيحبوا ايه اولاد السكواش. وائل and سليم love squash. وائل is very good at playing tennis but he is bad at playing handball. وائل جيد جدا في لعب التنس لكنه سيء في لعب ايه اولاد كرة اليد. سليم is good at playing squash but he is bad at playing tennis. سليم جيد في لعب السكواش لكنه سيء في لعب ايه اولاد التنس. وائل loves watching swimming and sailing on TV. وائل بيحب يشاهد السباحة والإبحار على التلفزيون. سليم loves watching karate and kung fu on TV. سليم بيحب يشاهد الكاراتيه والكونغ فو في التلفزيون. تعال بقى نختار فوتبول ولا سويمينج ولا سكواش ولا كاراتيه. is a game of 11 players. اللعبة اللي فيها 11 لاعب يا أولاد الفوتبول. She likes water sports. بتحب الألعاب المائية. She is very good at handball ولا كاراتيه ولا تنس ولا سويمينج. طبعا السباحة رياضة مائية. You need a ball for. محتاج كرة عشان تلعب سويمينج سباحة ولا كاراتيه ولا سيلينج ولا تنس. طبعا التنس. What not are you good at؟ قال لي I am good at playing squash. Squash دي سبورتس ألعاب رياضية ولا colors ألوان ولا subjects ولا matches. طبعا ايه سبورتس. We do sports at the. نمارس الرياضة فين؟ في الأوفيس ولا ستيشن ولا كلاب ولا لايبراري. بيمارس الرياضة فين يا ولاد؟ في الكلاب. Is my favorite sport. عايز الرياضة ماس ولا أورنج ولا كاراتيه ولا بوكس. طبعا الكاراتيه. بيقول لك the most popular sport in Egypt is football. أكتر رياضة محبوبة أو شعبية في مصر يا أولاد كرة القدم. Everyone loves to watch the game. الناس كلها بتحب تشوف المباريات أو اللعبة. And they also like playing the game. وكمان بيحبوا يلعبوها. Listen and read and role play. المحادثة between سليم أو سوري يا أولاد. أيوة سليم ومين وائل. سليم لا قاعد إيه لا وائل قاعد قدام التلفزيون. قال له What are you watching. ماذا تشاهد. What are you watching. وائل قال له An old match about رنيم الوليلي أو between رنيم الوليلي and نور الشربيني. It's great I love squash. مشاهد مباراة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني. It's great إنها رائعة I love squash. بحب يا أولاد السكواش. فسليم بيقول مي تو انا ايضا انا كمان بحب السكواش. هو از ويننج من الفائز. قال له رنيم شي از فيري جود ات بلاينج سكواش. طبعا جود ات دلوقتي يجي بعدها ايه فيرب اي ان جي. بيقول له ان رنيم جيده في السكواش. فسليم بيقول له اي نو اعرف. وات سبورت ار يو جود ات. ما الرياضه التي تجيدها. بيقول لي وائل ايه اكتر رياضه انت ايه بتجيدها او جيد فيها. قال له اي ام فيري جود ات سوري يا ولاد I am very good at playing tennis. برضو قلنا good at نركز بيجي بعدها every by energy. جيد جدا في التنس. But I am bad at bad at برضو زيها يجي بعدها every by energy. I am bad at playing handball. سيء في لعب يا ولاد الهاندبول. What about you ماذا عنك. سليم قال له I am good at playing squash. أنا جيد جدا في السكواش. But I am bad at playing tennis. وسيء في التنس. I love football too. كمان بحب كرة القدم. وائل قال له سودو أي وأنا كمان بحبها. يبقى لما يوافق حد في الرأي تمام تقول سودو اي وانا كمان. But I am better at tennis than I am at football. لكن انا جاي في التنس اكتر من الايه من الفوتبول. Let's go and play a game on of football. ايه رايك نلعب مع بعضينا مباريات او مباراه كره قدم. نلعب مباراه مع بعضينا. سليم قال له yes. Let's go to the club later. قال له حسنا دعنا نذهب الى النادي ايه لاحقا. وائل قال له yes and what other sports do you watch on TV. الرياضات التانية اللي بتحب تشوفها في التلفزيون. سليم قال له I love watching karate and kung fu. بحب اشوف الكاراتيه والكونغ فو. and you وانت. قال له my favorites are swimming. بحب اشوف السباحة and sailing والإبحار. sailing looks fun لأن الإبحار يبدو ايه ولاد ممتعا. سليم قال له great so what time do you want to play football. ما الوقت الذي تريد أن تلعب فيه كرة الإيه القدم. قال له about five. عاوز ألعب الساعة كام يا أولاد. الساعة 5. سليم قال له awesome رائع. see you in the club later. أراك في النادي إيه لاحقا. أراك في النادي إيه لاحقا. عندي irregular comparative adjectives. صفات مقارنة الغير منتظمة. صفات مقارنة يا أولاد غير منتظمة. انا عندي الصفة المقارنة عشان اعملها
عنده نوعين من الصفات، في صفات قصيرة بنجيب الصفة ونضيف لها اي ار وبعد كده كلمة زان. قال لي لا، في صفات ملهاش دعوة بالقاعدة دي، يعني مثلا اقول لك طول تبقى طولر زان، اطول من. في صفات قالت لا مش عاوزين اي ار، بل عاوزين ايه احنا كلمة ايه احنا في لنا ايه احنا صفة اهو، لكن لما نكون مقارنة بتكون لنا كلمة تاني خالص، يعني جايد في يعني جود ات يا ولاد. المقارنة منها ايه؟ بيتر ات ذان، بيتر ات ذان، يبقى بيتر ذان صفة المقارنة من جود. اي ام جود ات سكواتش، اي ام جود ات سكواش. طيب لما نعمل منها مقارنة هنقول اي ام بيتر ات تنس ذان اي ام ات فوتبول، انا افضل في التنس عن ايه كرة القدم. الصفة التانية النهاردة سيء في يعني باد ات، اي ام باد ات بلاينج فوتبول. لما اجي اعملها المقارنة مش هقول بادر ات، لا اسمها وورس ات، وورس ات وبعد كده كلمة زان. اي ام وورس ات نوت زان نوت، اي ام وورس ات بلاينج هاند بول، انا سيئة في الهاند بول زان اي ام ات تنس اكتر من الايه من التنس. يبقى صفات النهاردة اللي عندنا بتاعت ايه الغير منتظمة في المقارنة، ان جود المقارنة منها بيتر ذان، وباد المقارنة منها يا اولاد وورس زان، ملهاش دعوة بالقاعدة بتاعت الاي ار. الجزء الثاني بقى والدرس الثاني من الدرس الاول ستوري، يعني قصه، عندنا قصه، قصه اسمها كابوس مزعج. مريع او فظيع يعني اوفول اوفول اوفول. انبعاثات او عوارم الصلاة والمصانع ايميشنز ايميشنز، التي اي اللي بيجيب شن ايميشنز. كابوس نايت مير، الجي اتش سايلنت، نايت مير نايت مير. ظل شيد شيد شيد. سامي توكسيك توكسيك توكسيك. صوبة زراعية جرين هاوس جرين هاوس جرين هاوس جرين هاوس. يبقى awful awful emissions emissions nightmare 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 shade 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 toxic 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 green house green house green house. اكسترا فوكاب، خطير dangerous dangerous dangerous. عملية التنفس breathing 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 breathing. متسخ dirty dirty dirty. كوكب planet 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 planet. مواد كيميائية chemicals 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 chemicals. رئتان lungs lungs lungs. بعد الآن anymore anymore anymore. بالخارج outside outside outside. غازات gases gases gases. نائم asleep asleep asleep. مشاكل problems problems problems. plastic plastic plastic. حلم dream dream dream. مصانع factories factories factories. مريع horrible horrible horrible. خطير dangerous dangerous. breathing breathing. dirty dirty. planet planet. chemicals chemicals chemicals. رئتان lungs lungs lungs. anymore anymore anymore. outside outside. gases gases. asleep asleep. problems problems problems. plastic plastic. dream dream. factories factories factories. horrible horrible horrible. conjugation of verbs، تصريف الافعال. عندنا افعال regular منتظمه بالدي والاي دي والاي اي دي، وعندنا افعال irregular غير منتظمه يا ولاد تحفظ كما هي. بيقول لي يعرف نو الماضي منها نيو نو نيو نو نيو نو نيو. يسبح سوام 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 سوام. سوري يا ولاد هنقرا الايه الريجولر الاول. يتنفس بريد، احنا قلنا الفعل اللي اخره ايه يا ولاد، بنضيف له دي ولا اي دي ولا اي دي؟ طبعا بنضيف له دي بس، تبقى بريث بريزد بريث بريزد بريث بريزد. يتذكر ريميمبر، هنضيف لها اي دي تبقى ريميمبرد ريميمبر ريميمبرد ريميمبر ريميمبرد. يمكث او يبقى ستاي ستايد ستاي ستايد ستاي ستايد. ينتظر ويت ويتد ويت ويتد. يبقى بريث 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 بريث. remember remembered remember remembered. stay stayed stay stayed.
ويت ويتد ويت ويتد، أفعال غير منتظمة، يعرف نو نيو نو نيو، يسبح سويم سوام سويم سوام، يقود درايف دروف درايف دروف درايف دروف، يذهب جو وينت جو وينت جو وينت، يجلس سيت سات سيت سات سيت سات، يبقى ويحافظ على كيب كيبت كيب كيبت كيب كيبت. يبقى نو نيو سويم سوام درايف دروف جو وينت سيت سات كيب كيبت. اكسبريشنز اند فريزز، تعبيرات هامة. خطير على دينجرس فور دينجرس فور، يذهب في أجازة go on a holiday go on a holiday، حان الوقت ليه it's time to it's time to، يعمل بجد work hard work hard، يستخدم من أجل be used for be used for، يضطر إلى have to have to have to، كثيرا جدا too much too much too much، يستعد ليه get ready for get ready for، بعيد عن out of out of، يحلم بي dream about dream about dream about، بسبب يعني because of because of because of، يقطع cut down cut down cut down، يعتني بي look after look after look after، مبنى زجاجي glass building glass building glass building، يستيقظ wake up wake up wake up wake up. يبقى dangerous for dangerous for، go on a holiday it's time to، work hard be used for، have to too much، get ready for، go out of، dream about، because of، cut down، look after، glass building، wake up. عندي سام توكسيك، التعريفات definitions. يعني ايه توكسيك؟ قال لك very bad to eat or breathe very bad to eat or breathe، سيء جدا للأكل أو التنفس. emissions العوادم، gases from cars or factories، دي غازات جاية من السيارات أو المصانع، gases from cars or factories. shade an area which the light of the sun can't reach، منطقة لا يصل لها أي ضوء الشمس. nightmare الكابوس، a bad dream يعني حلم سيء a bad dream. greenhouse الصوبة الزراعية a glass building used for ground plants، ايوه يا ولاد، مبنى زجاجي يستخدم لزراعة النباتات. breathe التنفس to move air into and out of your lungs، ان يعني يتحرك الهواء الى داخل وخارج ايه الرئتين. بيقول لك بعض الاسماء تتكون باضافة اسم زائد اسم زي نايت مير كابوس، جرين هاوس صوبة زراعية. تعال بقى تشوز، we plant fruit in، بنزرع الفاكهة فين؟ في الشيت في الظل، دريم في الحلم، جرين هاوس الصوبات الزراعية، ولا سيف البحر؟ طبعا فين يا ولاد؟ جرين هاوس. I have a problem with، انا عندي مشكلة ايه؟ I can't breathe، لا استطيع التنفس، يبقى عندي مشاكل في eyes في عينيا، knees الركب، breathing التنفس، ولا arms طبعا عندي مشكلة في ايه يا ولاد؟ في التنفس. I like sitting in the air، بحب اقعد فين؟ في الاير ولا الشيل ولا الفاكتوريز ولا النايتمير away from the sun، بحب اقعد فين؟ بعيد عن الشمس، في الشيد. it's a very bad dream، انه حلم سيء جدا. it's a shade ولا نايت مير ولا بريزنج ولا بلاستيك، لما يكون الحلم يا ولاد وحش جدا او سيء يبقى ده نايت مير، يعني يا كابوس. when we breathe، لما بنتنفس، we move air، بنحرك الهواء، into and out of our، داخل وخارج يا ولاد، ears الاذنين، lungs الرئتين، eyes العينين، heart القلوب طبعا ايه lungs. cars and factories produce، السيارات والمصانع بينتجوا ايه؟ air الهواء، emissions العوادم، shade الظل، ولا green house طبعا ايه ال emissions. عنوان القصة an awful nightmare، كابوس مزعج او كابوس فظيع. ال beginning البداية، حد بيتكلم بيحكي حاجة. I can't breathe، لا استطيع التنفس. I know that، اعلم. the air is black and toxic، الهواء اسود وسام. there are too many emissions، يوجد ايه الكثير من العوادم from cars من السيارات. it's dangerous انها خطيرة for children's lungs على رئتي الاطفال. and we have to stay at home، يجب ان نبقى بالمنزل. there are many days when we can't go to school، عدت ايام كثيرة لا يمكننا الذهاب للمدرسة. because the air is too bad، لان الهواء كان سيء جدا. my little brother اخويا الصغير had to go to the hospital، اضطر الى الذهاب للمستشفى
because of problems with his breathing بسبب مشاكل في التنفس. The middle المنتصف. I remember when we could go to the park and play with our friends. أنا فاكر لما كنا بنقدر نروح الحديقة ونلعب مع الأصدقاء. The grass العشب was green and the sky was blue. العشب كان أخضر والسماء كانت زرقاء. We could even see the sun. كان يمكننا أن نرى يا أولاد الشمس. Now الآن we can't see the sun. لا يمكننا أن نرى الشمس anymore على الإطلاق. Because the sky is gray لأن السماء رمادي or black أو إيه أو سوداء. I remember going on holiday and playing on the beach. فاكر لما كنا بناخد أجازة ونروح نلعب على الشاطئ with my family مع العيلة. We swam in the sea وكنا بنسبح في البحر. But now we can't swim لكن دلوقتي لا يمكننا السباحة in the sea في البحر. ليه؟ Because there is so much plastic in it لأن مليء أصبح مليء بالبلاستيك and it is dirty وأصبح متسخ. Other things I remember are eating fruit from trees. فاكرة حاجات تاني كمان لما كنا بناكل الفاكهة من على الشجر and sitting in their shade on hot days ونقعد في ظل هذه الأشجار في الأيام الحارة. But now لكن الآن they cut down all the trees بيقطعوا كل الأشجار so we only have fruit from greenhouses عشان كده احنا عندنا بس فواكه من الصوبات الزراعية and we can't sit outside anymore ولا يمكننا الجلوس بالخارج على الإطلاق. But wait انتظروا. What is that؟ ما هذا؟ It's my mom calling and it's time to get ready for school. أمي بتنادي عليا وحان وقت الذهاب للمدرسة. It was all an awful nightmare. إيه ده؟ كل اللي حكيت لكم عليه ده كان إيه؟ كان كابوس مزعج. يعني هي كانت نايمة وتخيلت بكل اللي هي الحاجات اللي هي بتحكي عنها دي إنها حصلت في الحلم. مامتها صحيتها علشان تروح المدرسة فاكتشفت إن كل الحاجات السيئة اللي شافتها كانت nightmare كابوس مزعج. I look outside and the sky is blue. أنا أنظر إلى الخارج والسماء ما زالت زرقاء. And I can see the sun وأرى الشمس. We are going to the park. ودي النهاردة كمان رايحين الحديقة. But I remember my dream. لكن ما زلت أتذكر حلمي. لسه فاكر الحلم اللي أنا حلمته. And I know in my heart وأعلم في قلبي we need to look after our planet إن إحنا لازم نهتم بالكوكب اللي إحنا عايشين عليه. طب هنعمل إيه يا أولاد؟ We can drive our cars less. يجب أن نقود السيارات بصورة أقل. Use our bikes more. نستخدم الدراجات بصورة أكتر. Plant trees. نزرع الأشجار. Keep our sea clean. نحافظ على البحر بتاعنا يا ولاد نظيف. But we must work hard to do this. بس يجب أن نبذل قصارى مجهودنا لتحقيق ذلك. تمام يا ولاد؟ يبقى طلع كله عبارة عن كابوس. ودي الحاجات بقى اللي بتقول بينصحونا إن إحنا ننفذها ونقوم بها لحماية الكوكب بتاعنا من تلوث يا ولاد الهواء. تعال نختار. This story is mainly about القصة دي النهاردة عن يا ولاد school nightmare trees ولا family طبعا ال nightmare. The word dirty dirty يعني متسخ معناه happy ولا ready ولا helpful ولا clean. not ليس ليس clean not clean. They remember sitting in the trees. تفكروا تذكروا قال الجلوس in trees. leaves ولا branches ولا shade ولا fruit. طبعا تذكروا الجلوس في ظل ولد الاشجار. The girl's mom مامة البنت is calling her بتنادي عليها because it's time to go to the school وحان وقت الذهاب للمدرسة. Page number 70 صفحة 70 تدريبات lessons 1. بعد كده lesson 1 تدريبات الدرس الأول part 1 and part 2. يقول لي listen and circle the correct answer from A, B, C or D. تمام؟ هنسمع النص الاستماع علشان يا ولاد نختار الإجابات الصحيحة. سليم أند وائل آر فريندز. سليم وائل أصدقاء زي ما خدنا في المحادثة. وائل إز فيري جود آت بلاينج فوتبول. وائل جيد جدا في كرة القدم بلاينج فوتبول. بات هي إز باد آت بلاينج هاند بول وسيء في لعب كرة اليد. سليم إز جود آت بلاينج سكواش. سليم جيد في السكواش. بات هي إز باد آت بلاينج تنس وسيء في التنس. سليم إز واتشينج أند أول ذا سكواش سكواش ماتش. بيتفرج على مباراة سكواش قديمة. رنيم الوليل is winning the match ورنيم هي اللي فازت بالمسابقة. وائل is very good at bowling. وائل بيلعب كويس فوتبول ولا تنس ولا سكواش ولا هاند بول؟ طبعا الفوتبول. طيب سليم is bad at. سليم احنا قلنا
سليم سيء في ايه يا ولاد؟ كاراتيه ولا سكواش ولا تنس ولا فوتبول؟ طبعا سيء في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ التنس. سليم is watching an old A match، بيشاهد مباراة ايه؟ سكواش، كونغ فو، فولي بول ولا كاراتيه؟ طبعا ايه؟ سكواش. رنيم الوليلي is the match losing، خسرت المباراة ولا watching ولا hearing ولا winning؟ طبعا winning، فازت بالمباراة. choose the correct answer. they are not at tennis، they can't play it at all، مش بيعرفوا يلعبوه خالص. يبقى زي good ولا bad ولا great ولا best؟ طبعا ايه ولاد؟ bad. is important for us to breathe and live، مهمة جدا للتنفس وان احنا نعيش. air ولا gas ولا sea ولا pollution؟ طبعا air، الهواء. not is an area which the light of the sun can't reach، منطقة لا يصل إليها ضوء الشمس. acid اللي هو الحمضي أو الحامض ولا toxic ولا shale ولا emission؟ طبعا ده الشيل، الظل. the air is black and، الهواء أسود. وإيه يا ولاد؟ delicious ولا clear ولا toxic ولا beautiful؟ طبعا black and إيه يا ولاد؟ and toxic. not means a bad dream، حلم سيء. nightmare ولا shade ولا greenhouse ولا shopping؟ معناه ايه الباد دريم ده اللي هو ايه؟ النايت مير، الكابوس. I'm sad، انا حزين. I have an day، يومي كان ايه؟ good ولا happy ولا awesome ولا awful؟ طبعا يومي كان سيء. Are gases from cars or factories، غازات من السيارات والمصانع. toxic ولا shade ولا air ولا emissions؟ طبعا emissions. is a glass building، مبنى زجاجي used for growing plants، بيزرعوا فيه النباتات. emissions ولا shade ولا greenhouse ولا toxic؟ طبعا greenhouse، صوبة زراعية. You can complete the tickets with words in the box. Emissions عوادم، cutting القطع، problem مشكلة، toxic sample ending زراعات. People in Cairo want to live in clean air and in a healthy environment. الناس في القاهرة يريدوا أن يعيشوا في هواء نظيف وبيئة صحية. But the air is black and toxic، لكن الهواء ايه؟ أسود وسام. There is so much traffic، في الزحام مرور كتير. There are too many from cars and factories، في ايه من المصانع والسيارات؟ emissions عوادم. so we should solve the problem، لازم نحل المشكلة دي. طيب by using more bikes، بان احنا نستخدم دراجات اكتر. and not more trees، وplanting نزرع اي اشجار اكثر. 71 read the text and answer the questions. سليم and وائل are friends، they post like sports، بيحبوا الالعاب الرياضية. وائل is very good at playing tennis but he is bad at playing handball. Salim is good at playing squash but he is bad at playing tennis. Salim is watching an old squash match between Ranim al-Walili and Nur al-Sherbini. Ranim is winning the match. Ranim is an Egyptian player، لاعبة مصرية. and she is one of the most famous squash players in the world، ومن أشهر لاعبي السكواش في العالم. Salim likes to watch karate and kung fu too، بيحب يشوف الكونغ فو والكاراتيه. الجنرال ايديا، ايه الفكره الرئيسيه للنص؟ فود بوكس سابجكتس ولا سبورتس؟ سبورتس. از باد اد بلاينج هاند بول، مين اللي سيء يا اولاد في لعب الهاند بول؟ طبعا مين يا اولاد؟ وائل. وات از سليم واتشينج، بيشاهد ايه؟ ان اولد سكواش ماتش بتوين رنيم الوليلي اند نور الشربيني. هو از رنيم الوليلي، مين رنيم الوليلي؟ رنيم is an Egyptian player، لاعب أي مصرية. ممكن نقول one of the most famous squash player in the world. الترتيب، he is watching a football match. what sports do we have in Egypt؟ there are too many emissions from cars. we need to look after our planet، محتاجين نعتني بالكوكب. الان بتاعت نادر اول كلام، والام بتاعت ماهر عشان اسماء اشخاص. نادر اند ماهر are playing football بس. الدبليو اول كلام، we can't go outside anymore، هنحط ايه نقطة عشان دي يا ولاد جملة. وبكده يا ولاد انتهينا من شرح وحل تدريبات Lesson 1 Part 1 and Part 2
وحلينا كمان التدريبات، لان التدريب الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا لسه انتو الدرس التاني. يا ريت يا ولاد تدعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتركوا في القناه ومتابعه لصفحه الفيسبوك مسهى برجب عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بنكون نجاح بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.